السلام عليكم يا أصدقاء. في هذا الدرس سنتعرف بإذن الله على طريقة تغيير كلمة السر في الفيسبوك بدون الحاجة لكلمة السر القديمة. يعني سواء كنت تعرف كلمة السر القديمة أو لا تعرفها، فيمكنك يا صديقي تغيير كلمة السر في حسابك على الانستغرام عفوا وليس الفيسبوك. إذن يا صديقي، دون الإطالة في الكلام، نتجه مباشرة إلى الهاتف الخاص بنا، ثم نقوم بالدخول إلى حسابنا في الانستغرام، وبعدها مباشرة نقوم بالتوجه ونضغط على هذا الخيار، هو خيار البروفايل، وبعدها مباشرة نقوم بالضغط هنا في الأعلى، ثم نضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم نقوم بالتوجه إلى مركز الحسابات. فهنا نجري يا أصدقاء كلمة السر والأمان. نقوم بالضغط على كلمة السر والأمان، ثم تغيير كلمة السر، وهنا يطلب منا اختيار الحساب الذي نريد تغيير كلمة السر عليه. نضغط على الحساب، وهنا تغيير كلمة السر تأتينا هذه الواجهة. فهذه هي الواجهة التي يجدها معظمكم يا أصدقاء، يجد كلمة السر الحالية، كلمة السر الجديدة، إعادة كتابة كلمة السر. وهنا قد يكون قد نسى أو نسي كلمة السر الحالية، فماذا يمكننا أن نفعل؟ هنا سأطرح عليك سؤالين يا صديقي، أو سؤال: إذ كنت يعني قد قمت بربط حسابك في الانستغرام مع الجيمايل الخاص بك فهذا جيد، فإذا لم تكن ربطت حسابك مع الجيمايل فاتبع معي هذه الخطوة من أجل تغيير كلمة السر بدون الحاجة للكلمة القديمة. إذن نقوم بالرجوع لنعيد من الأول. نضغط على هذا الخيار كما قلت يا أصدقاء، ثم هذه النقاط هنا في الأعلى، ثم الإعدادات والخصوصية، ثم مركز الحسابات. فبعد الدخول إلى مركز الحسابات نأتي إلى خيار التفاصيل الشخصية بهذا الشكل، ثم هنا في التفاصيل الشخصية نجد معلومات الاتصال كما تشاهدون يا أصدقاء، فهذه هي معلومات الاتصال الخاصة بي. هنا سنقوم بإضافة جهة اتصال جديدة، نضغط على إضافة جهة اتصال جديدة، ثم بعدها مباشرة نقوم بإضافة بريد إلكتروني، نضغط عليه بهذا الشكل، ثم هنا نقوم بإدخال البريد الإلكتروني الذي سوف نقوم بإضافته، ثم هنا سنختار الحساب الذي نريد ربطه بهذا البريد الإلكتروني أو الجيمايل. سأقوم باختيار الحساب، ثم سنضغط على التالي بهذا الشكل، ثم تأتينا هذه الواجهة: قم بإدخال أو أدخل رمز التأكيد. هنا يا صديقي ماذا سأفعل؟ سنقوم بالتوجه إلى الجيمايل الخاص بنا، وبعدها سنجد هذا الإيميل قد أتانا من الانستغرام، وهنا سنجد يعني كود التأكيد، نقوم بعمل له كوبي بهذا الشكل عفوا، ثم نقوم بالرجوع إلى هذه الصفحة، ثم نقوم بإدخال الرمز وهو رمز التأكيد، ونقوم بالضغط على التالي بهذا الشكل، وننتظر إلى أن يتم تأكيد الحساب. لقد أضفت البريد الإلكتروني الخاص بك إلى حسابات التي تم تأكيدها. نضغط على غلق أو إغلاق بهذا الشكل، وكما تشاهدون في الأسفل يا أصدقاء فقد تم إضافة البريد الإلكتروني الذي سنحتاجه. والآن نقوم بالرجوع مرة أخرى، ثم نقوم بالدخول مرة أخرى إلى كلمة السر والأمان بهذا الشكل، ثم تغيير كلمة السر، ثم نقوم باختيار الحساب الذي نريد تغيير كلمة السر عليه أو فيه، ثم مباشرة نقوم بالنزول إلى هذا الخيار: هل نسيت كلمة السر؟ نقوم بالضغط عليها. We sent email to، يعني الآن فقد أرسل لنا رسالة إلى البريد الإلكتروني الذي قمنا بإضافته الآن، وهي تغيير كلمة السر يا أصدقاء. نقوم بالخروج ثم الاتجاه مرة أخرى إلى الجيمايل الخاص بنا، هذا هو الجيمايل الخاص بنا، ثم نضغط على الرسالة التي وصلتنا في الجيمايل، وهنا كما تشاهدون هذه هي رسالة رزيت باسورد، نضغط عليها بهذا الشكل كما تشاهدون يا أصدقاء.
إنشاء كلمة سر قوية. والآن ما علينا سوى كتابة كلمة السر الجديدة ثم كلمة السر الجديدة مرة أخرى، أي تكرارها بدون الحاجة يعني لكلمة السر القديمة. هنا يا صديقي أنت قم بإتمام العملية، يعني قم بإدخال كلمة السر التي تريدها. فأنا لن أقوم بإدخال أي شيء لأنني أقوم بعملية الشرح فقط. كما شاهدتم يا أصدقاء، هذه هي الحلقة، هذا هو الدرس. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل لايك وترك تعليق تحفيزي من أجل الاستمرار في نشر مثل هذه الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة من أجل التوصل بكل جديد. أقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.